أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أكل وشكل. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة على الجميع، مسيحيين ومسلمين. النهاردة بقى شم النسيم، عاملين معاكم كل حاجة حلوة. هنعمل الفسيخ، هنملحه في البيت، هقولك تملحيه إزاي في البيت، وهنعمل مع بعض مهروس البطارخ، وهنعمل مع بعض مهروس الرنجة. هنعمل بقى الحاجات دي بس بشوية حاجات كده مختلفة، مش ان انا اقدم الرنجة كده واحط لها زيت وخل وليمون وتتقدم كده بطريقة تقليدية، لا، هندخل فيها كده شوية حاجات يطعموها ويخلوا ليها طعم كده. وطبعا برنامجنا اكل وشكل هيبقى فعلا اكل وشكل، اللي يبص كده في الطبق ياكله كله ما يخليش فيه اي حاجة. نبتدي مع بعض اول وصفة، هنعمل مع بعض اول وصفة هتكون سمك. طبعا احنا بنيجي على مدار اليوم بناكل فسيخ وبناكل رنجه، وبتبقى الحاجات ملوحتها بتبقى زياده شويه، او حتى لو عملناها بطريقه مختلفه برضو بيبقى فيها ملح شويه. بنيجي على بالليل كده بنبقى عايزين ناكل حاجه مختلفه، يعني حاجه ما تبقاش حاميه شويه، او ما نبقاش ناكل جنبها مثلا بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا، البصل والليمون والحاجات الجميله بتاعت شم النسيم دي. هنعمل الاول حاجه معانا عشان بس ندخلها الفرن الاول، هنعمل مع بعض سمك بولتي. سمك بولتي في الفرن هنعمله بطريقة مختلفة وجديدة زي السمك اللي عملته قبل كده، بس طريقة مختلفة شوية، يعني هنشوف في الدنيا فيها ايه. السمك معانا المقادير بتاعته هيبقى بوكيه جارنيه، عبارة عن بصل، فلفل ألوان، طماطم، فلفل ألوان، طماطم، بصل، جزر، يعني على قد ما تقدري هتشكلي فيه، هتحطي فيه كمية حاجات. والخلطة بتاعته هتبقى زي الخلطة اللي أنا عملتها برضو، قريبة من اللي أنا عملتها الحلقة اللي فاتت، نفس الخلطه بتاعت السمك. وهندخله الفرن الاول وبعدين نرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله، بس نعمل الاول مع بعض الخلطه بتاعت السمك اللي هنحطها عليه كده اهو، ونحط له بقى شويه زيت وشويه حركات كده ويبقى حاجه كده واو. نعمل مع بعض بقى المقادير بقى بتاعت الخلطه، هنقول عليها مع بعض. عباره عن ثوم، ثوم وخل وملح. ناخد معلقة من بتوعنا دول، ملح، معلقتين ملح مش كبار قوي يعني، ومعلقة كمون كبيرة. على فكره يا جماعه انا بحب التست بتاع الاكل قوي، البهارات دي هي اللي بتحبس طعم الاكل كده وبتخلي له ريحه كده ولون كل حاجه يعني. وممكن بقى ايه نحط له كمان سنه شطه بسيطه قوي للناس بس اللي ما بتحبش الشطه، وعشان لو عندنا اطفال في البيت او حاجه يعني ما يقولوش مامي الاكل حراق فمش هاكل، لا احنا بنساعد اولادنا ان هم ياكلوا الاكل وكده يعني. هنضرب مع بعض، وهناخد لها كمان عصير ليمون، ناخد شوية عصير ليمون كده حلوين، فيتامين سي. ونضرب بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض كده اهو. نسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده شوية. مع الأكلة أكلة السمك البلطي دي لازم نعمل كده شوية بطاطس بقى محمرة. احنا لا هنعمل رز ولا هنعمل مكرونة، ثواني، ولا هنعمل رز ولا هنعمل مكرونه، فشويه بطاطس محمره كده يظبطوا الكلام على الاخر مع اكله السمك دي، حاجه يعني واو ما اقولكوش. نكمل الضرب بتاع الخلطه، بتاع الخلطه الخطيره اللي هتبقى تحفه هنا، نكمل الضرب بتاعها. البوتاجاز بتاعنا سخن تمام، ممكن على ما الخلطه بتاعت السمك تخلص نحمر مع بعض البطاطس. تعالوا احنا هناخد واحده واحده، بس عودي نفسك وانت بتعملي البطاطس بالذات ما تاخديش من الميه وتحطي على طول، لا يعني اعمليها كده اهوت وحطيها واحده واحده بس، عشان ايه ما تطشطش او تعمل الصوت اللي بتعمله ده يبقى فيه مشكله او تحصل مشكله. نشوفها كده اهو، اعملي التست بتاعك الاول، اعملي التست بتاعك الاول، حطي لها كده نقطه ميه عشان ما تطشطش عليكي.
طب احنا نسيبه يسخن شويه، ناخد بقى معانا الخلطه بتاعت السمك الواو دي. الله، ريحه الكمون مع الليمون مع الخل، يعني مع الشطه، حاجه ما اقولكوش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا كده حطينا الخلطه بتاعتنا على السمك، تمام. جيبوا لنا فاصل بقى عشان نحط السمك بتاعنا في الفرن. هنطلع فاصل بقى ونحط صينيه السمكه الجباره دي في الفرن، هنلفها بفويل، وهنحط نجيب الفويل بتاعنا كمان نلفها. بص، هنلف بقى صينيه السمك بتاعتنا دي كده اهو، نحط عليها ايه؟ طب ممكن نحط لها زياده مثلا، ممكن عشان انا عامله دايت فما بحطش زيت في الاكل او كده، يعني ممكن نحط لها بقى كمان نطعمها كده بشويه زيت كده اهو، حبه زيت كده حلوين. احلى سمك والله، والله احلى سمك. الواحد بيجي بالليل كده في شم النسيم ده يبقى واكل طول النهار فسيخ ورنجه واكلات حادقه كده، تيجي بقى بالليل بقى تبقى اكله دي طريه شويه على القلب، ومعاها شويه بطاطس محمرين. طيب بس بعد الحلقه معاها شويه بطاطس محمرين كده هيظبطوا الكلام. اسمعوا مني، هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي حته، مع صينيه البطاطس، مع صينيه السمك الجامده دي والبطاطس البوم فريد اللي هتتحمر دلوقتي. فاصل ونرجع لكم تاني. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل. دخلنا صينيه السمك دلوقتي الفرن، وهنعمل بقى مع بعض دلوقتي الحاجه اللي انت بتجيبيها من بره وممكن تبقي خايفه على اسرتك وخايفه على اولادك وخايفه على نفسك انت بالذات نفسك. هنعمل مع بعض النهارده الفسيخ. هعلمك ازاي تخللي الفسيخ. احنا بنجيب الفسيخ كده اهو، تروحي عند بتاع السمك وتجيبي بقى الكميه اللي انت عايزاها، يعني الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تجيبي كيلو، عايزه تجيبي اتنين، على حسب ما هتجيبي وهتخزني وتشيليه عشان في المناسبات اللي زي كده تطلعيه. احنا ممكن بدايه كده الاول نحمر البطاطس بتاعتنا الاول، نحط البطاطس بتاعتنا كده نحمرها الاول قبل ما نعمل الفسيخ. نحط البطاطس بتاعتنا، نعمل تيست كده اهو. الزيت بتاعنا اهو سخن وبيطشطش. بطاطس بقى مع صينيه السمك اللي هتطلع من الفرن دي حاجه واو ما اقولكوش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عودي نفسك البطاطس لما تيجي تقطعي البطاطس وتعمليها حطي فيها معلقتين خل ومعلقه ملح، هتبقى لذيذه جدا على فكره، هيبقى طعمها لذيذ جدا جدا، طعم مختلف، هيبقى طعم مختلف شويه. ناخد معلقه كده اهو، نوزع البطاطس بتاعتنا ده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، نسيبها بقى تاخد تدي مع نفسها كده. ونقول هنملح الفسيخ بتاعنا ازاي. بص يا ستي، الاول بتجيبي السمكيه كده اهو، وبتنشفي السمكيه كويس قوي، بتجيبي منديل كده اهو وبتنشفي السمكيه حلو قوي. بصي كده اهو، بتنشفي السمكيه حلو قوي، برضو تاخديها كده من عند الخيشوم كده تنشفتين، عشان هو ده اساس تمليح الفسيخ، هو ده اساسه، الخيشوم ده هو اساس التمليح بتاعه، ميبقاش فيها ميه خالص خالص بالمره. نشفه كده اهو. بعد بقى ما السمكه نشفت كده خالص معايا، كده السمكه نشفت معايا خالص، هنجيب المقادير بتاعه التمليح اللي هي عباره عن ايه. لك تقرب عليا هنا الملح الرشيدي ده بس نوريه لهم. بتجيبي له ملح اسمه ملح رشيدي. ايه الملح الرشيدي ده؟ الملح الرشيدي ده هو ده اساس تمليح الفسيخ.
شوفي انت بتبقي جايبه الفسيخ وبيبقى حادق قوي للدرجه، ده بيبقى حادق وخشن، اسمه ملح رشيدي. نقول بقى التست بتاع الفسيخ، لما بتيجي تجيبي فسيخ تقولي يا ده لونه كهرمان او لونه اصفر خالص او بيبقى جاي من اسوان، جاي من بلاد الصعايده او كده، فتقولي عليه كده. فايه هي بقى التست بتاعه؟ كركم. هتحطي له معلقه، هنحط له معلقه كركم مع الملح الرشيدي، وايه كمان؟ شطه. شطه هتحط. طب هنكمل الفسيخ بتاعنا، هتبله، وزي ما قلت لك كده عباره عن شطه وكركم وملح رشيدي، وكمان هناخد له من مشنه الخير. بعد الفاصل هناخد من مشنه الخير دول قرنين فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني على ما نخلص التمليح بتاع الفسيخ بتاعنا. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. انا ما رضيتش اعمل اي حاجه في السمكيه غير ان انا حطيت لها الملح الرشيدي ومعلقه الكركم ومعلقه كبيره شطه. بص قرب معايا كده بس عشان نوري الناس. بصي هو ده اساس تمليح الفسيخ، ان انت السمكه نفسها من الخيشوم بتاعها كده بتفتحيها وتقومي قافله عليها كده اهو، والناحيه الثانيه كذلك، شطه وكركم وملح رشيدي، اهم حاجه الملح الرشيدي. ويا سلام عليكي بقى لو جيتي في بقها كده اهو، قرب معايا كده، لو حطيتي في بقها بقى قرن شطه. الفلفل ده فلفل مش متواجد على طول، يعني مش متوفر قوي. قرب عليا كده، بص الـ 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 الفلفل ده فلفل شطه قرون، ده بتحطيه في بق السمكه. تمام. هنعمل ايه بقى الطريقه بتاعته؟ هتجيبي برطمان، هقلع بس نقلع بس الجلاس ده عشان كده ايه، نلبس جلافز تاني عشان اعرف امسك بس. بصي بتجيبي برطمان، برطمان عادي خالص، برطمان بلاستيك عادي خالص. تمام. الطريقه بقى بتاعت الفسيخ الجديده اللي انت تقدري تعمليها وبعد مثلا فتره قريبه تقدري تفتحي وتاكلي منه، مش هتحطيه في اكياس بلاستيك، لا هتلفيه بفويل. هتلفيه بايه؟ بفويل. الفويل ده هيساعد على سخونه السمكه وعلى تخليلها قبل كمان الكيس البلاستيك. هتلفيها اكتر من مره، ليه؟ لانه اصلا حراري، الفويل حراري. دقيقه واحده البس الجلافز بتاعي. نلبس ماشي. ام شروق. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيبتي اتفضلي. انا كنت عايزه اكلم الشيخ. لا لا معلش، مش سامعه حضرتك كويس، بس علي صوتك شويه. ايوه مش الشيخ، مش رقم البرنامج دوت. انا مش سامعاكي والله، والله ما سامعاكي. حضرتك بتقولي ايه؟ ايوه الو ام شروق اتفضلي، مش سامعه حضرتك، بس وضحي لي صوتك شويه. ايوه انا مش، انا كنت عايز اكلم الشيخ. كنت هي بتقول ايه يا جماعه؟ انا مش سامعه صوتها والله. ايوه انا الشيخ. ايوه يا حبيبتي انا معاكي، انا معاكي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي انا مع حضرتك، اتفضلي. ايوه انا كنت عايزه اكلم الشيخ اساله على حاجه. انا معاكي، انا الشيف هاجر، اتفضلي. طب شكرا لحضرتك، وحاولي تتصلي بينا تاني. يبقى كده هنجيب مع بعض الايه، هتجيبي مع بعض حت اول ورقه فويل كده. تمام. هتقومي لفه بيها السمكايه، تجيبيها من الاول، من الاول هنا كده اهو، من اولها، من بدايه الورقه اللي انت قطعاها كده اهو، دي كده، دي اول ورقة فويل. تمام. دي ايه؟ اول ورقة فويل. وهتقومي مقفلة كده من الديل والراس. هتقفلي منين؟ من الديل والراس. وتقومي جايبة واحدة تانية، وتقومي لفة برضو جايباها من الاول، هتجيبيها من كده اهو، هيبقى عكس عكاس او من ناحية، من الناحية التانية. تمام. انت لفتي الاول من هنا، وبعدين هتلفي، ترجعي تلفي تاني من هنا. تمام معايا كده اهو، كده اهو. وهنقفل برضو الديل وهنقفل الراس وهكذا. هتاخدي بتاع 7 ورقات تقفلي بيهم السمكيه كويس قوي، 7 ورقات تقفلي بيهم السمكيه كويس. ايه؟ كويس قوي، عشان تسخن جوه البرطمان وتقدري تاكليه في وقت قريب، ما تصبريش تاخدي عليه وقت طويل، لا
يسخن معاكي على طول، هنجيب البرطمان بتاعنا الحلو ده كده اهو، وتقومي حطاه كده اهو، نزليها على قد ما تقدري، هتنزليها على قد ايه ما تقدري. طبعا احنا معانا سمكانه، معانا سمكيه تانية، بس عشان وقت الحلقه المفروض ان انت هتحطي سمكه راس وسمكه ديل. سمكه راس انت لو هتملي البرطمان ده كله هتبقى سمكه الراس لفوق وسمكه تانية الديل تحت، راس وديل عشان ياخد التمليحه كامله، وهتلاقي الميه كلها غطت البرطمان ده والبرطمان اتملح معاكي وبقى زي الفل. استاذه نهله، الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. ربنا يخليك. اموريني يا حبيبتي. بقول لك شكرا على كل حاجه جميله. عايزه اهني بس الاخوه المسيحيين والساده المسلمين، كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي ميرسي لذوقك. ربنا يخليكي، وشكرا على وصفاتك الجميله دي، وحضرتك يعني استحنا بصراحه. الله يحفظك، تسلمي، ميرسي لذوقك، شكرا. ربنا يخليكي. لو سمحتي بس انا كنت عايزه اقول حاجه، وعايزه صوتي يوصل، والنبي وخدي رقمي بس من الكنترول. تحت امر حضرتك، اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. هو خير انت هتعمليه للناس كلها يعني، فاهماني؟ نعم. خير انت هتعمليه يعني، فاهماني؟ تحت امر حضرتك يا فندم، اتفضلي، تحت امر حضرتك. ربنا يخليك، اتفضلي. طبعا انت عارفه الظروف اللي بتمر بيها البلاد دلوقتي وكده. اكيد طبعا. انا بقى عايزه اعمل حاجه للبلد دي، لان لما يطلع واحد اخواني واخده بالك ويقول لك انا عايز مصر تقع، اللي تقع سنين ان شاء الله ماشي، يبقى ده معاش ولا كان اللي يوقع مصر طول ما الرئيس موجود. بصي حضرتك، لا انا عندي بقى حاجه تقتل الفيروس خالص، بس انا عايزه يعني استاذ عمرو اديب او استاذ. طب تقدري تسيبي رقم تليفون حضرتك في الكنترول واحنا هنتواصل مع حضرتك يا فندم. شرفتينا بتليفونك. احنا كده عملنا معاكم، هرجعها لكم تاني، احنا كده عملنا معاكم في سخايه واحده بس عشان وقت البرنامج. عملنا قلنا هترصي في البرطمان، هيبقى راس وديل، راس وديل، راس وديل. ليه؟ عشان التمليح يبقى نازل من فوق لتحت وهيطلع من تحت، يعني الميه كلها هتنزل على البرطمان، بالتالي كل ده هيتخلل. مع الورق الفويل ده هتفتحي عليه بدري ان شاء الله باذن الله، وتاكلي منه يبقى زي الفل، وتبقي مطمنه وطريقه مضمونه جدا جدا، وما تبقيش خايفه وانت جايباه. نزل الحاجات بتاعتنا كده بقى، ونبتدي الوصفات بتاعتنا الثانيه. هنعمل مع بعض بقى اول حاجه ان شاء الله، هنعمل مع بعض مهروس البطارخ، بطارخ رنجه، البطارخ هنعمل مهروس. المهروس ده ان مثلا ايه، عندي مثلا اولادي وجوزي ما بيحبوش ياكلوا البصل والحاجه، او الحاجه بمعنى اصح كده او بمفهوم احسن شويه، الحاجه تبقى صحيحه. لا مش عايزين. مش معانا شيماء؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. امريني يا حبيبتي. بشكر حضرتك على كل الاكلات اللي بتعمليها يا شيخ. حبيبتي تسلمي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. عندك سؤال؟ بشكر حضرتك بس. حبيبتي تسلمي لي يا رب يا حبيبه قلبي، الله يحفظك يا روحي، شكرا لاتصالك يا قمر. يلا نعمل مع بعض بقى مهروس البطارخ. لسه بنقول ايه، اولادنا ما بيبقوش حابين ياكلوها وهي كده، يعني اولادنا ما بيحبوش ياكلوا البطارخ وهي كده، او مثلا يعني البطارخ اولادنا وازواجنا مثلا ما بيحبوهاش ياكلوها بالمنظر ده، فبالتالي احنا نعملها مهروس، يبقى داخله، هيبقى داخله طحينه، هيبقى داخله شطه، هيبقى داخله ملح، فبالتالي هيقدروا ان هم ياكلوها، ويبقى داخله بصل كمان. هناخد دلوقتي من مشنه الخير اللي عندنا دي، كل الخير موجود فيها، هناخد كل حاجه منها. هنحط مع بعض بقى البطارخ كده، شوف البطاطس بتاعتنا لحسن تتحرق. ناخد البطارخ بتاعتنا الحلوه دي كلها كده اهو، نسيت البس الجلافز بتاعي بس مش مشكله، نجيب بس طبق عشان نحط فيه البطاطس بتاعتنا. بسم الله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع البطاطس بتاعتنا كده، نطلعها كده اهوت.
ده لسه الطبق ده هيكمل بقى دلوقتي بالرنجه بتاعتنا، حاجه يعني واو ما اقولكوش، هيكمل بقى بالرنجه بتاعتنا. صفيها من الزيت، حلو قوي 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 اهو. بالتالي انا مش هبقى محتاجه كلينكس. تمام كده البطاطس بتاعتنا كده حلو قوي. الو سالي معايا؟ ايوه اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. الله يخليكي، اتفضلي. انا معجبه باللي حضرتك بتعمليه على الاخر بجد يعني. ميرسي يا حبيبه قلبي، ربنا يديكي الصحه يا رب. الله يخليكي، وانت مليون طيبه. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي 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 لذوقك يا حبيبه قلبي. عند حضرتك اي سؤال؟ كنت عايزه اعرف طريقه الفراخ الكوكي لو تكرمت. عيني حاضر، تحت امر حضرتك حالا، اقول لحضرتك عليها حاضر حالا. منى معانا؟ الو الو، اهلا منى. الو الو، ازيك يا انت عامله ايه؟ اهلا وسهلا. الو ايوه الو، اهلا وسهلا. ايوه اتفضلي، مين معايا؟ طب حاولي تتصلي بينا تاني. لك اللي والله العظيم انا بتعلم منك حاجات كتير. ميرسي يا حبيبتي لذوقك، شكرا. عند حضرتك اي سؤال؟ اتفضلي يا منى. هنحط مع بعض هنا بقى كده ايه؟ لا هناخد معلقه. طب حاولي اتصلي بينا تاني يا منى، حاولي اتصلي بينا تاني. هنحط كده بقى ايه، معلقتين طحينه كده جامدين كده اهو، الميكسر بتاعنا، وهناخد عليه بقى، ناخد من مشنه الخير الجميله بتاعتنا دي، ولسه بقى المفاجاه اللي في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد من مشنه الخير ده كده اهو، ناخد بصلتين قطعناهم بايدينا النبي عربي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد الخل بتاعنا، حط بقى شويه خل كده حلوين، وهناخد شويه عصير ليمون، وكل ده بقى كده ايه، مهروك البطارخ ده او مهروس البطارخ على حسب ما بتقولوها ده. هنضربه كله بقى مع بعضه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بس شوية خل عشان ايه، نلحلح المهروس بتاعنا. شوف الطاسة بتاعتنا كده اهو، المهروس بتاعنا. طب نسيبه ياخد ويدي مع بعضه شوية كده، ونعمل مع بعض بقى الرنجه بتاعتنا. الاول معايا كده هقول لك على حاجه الاول، نطفيها عشان اعرف اتكلم، نقدمه في الاخر. بصي بقى، انا جايبه رنجه متقطعه، ورنجه هوريكي تعمليها ازاي في البيت عشان تقدر تطلع معاكي تبقى تمام، يعني ما تجيش تعمليها يبقى في حته مثلا فاضله او بيبقى فيها اجزاء معينه كده ما بتطلعش. لا احنا، الو ايمان معايا؟ الو اهلا ايمان. الو ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا يا حبيبتي. الو ازيك يا شيف؟ الحمد لله الحمد لله، بس وطي التلفزيون شويه وممكن تسمعيني من التليفون. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قمر، اموريني. بسم الله ما شاء الله عليك، انت احلى شيفه في الدنيا كلها، بتعملي حاجات يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب. تسلمي يا ربنا يخليكي يا حبيبتي. رب حبيبتي حبيبتي تسلمي لي يا رب. تسلم ايدك على الحاجات الحلوة دي. تعيش يا حبيبة قلبي. عندك اي سؤال؟ لا شكرا، ربنا يخليكي. احنا بنتكلم على حضرتك بس. شرفتينا باتصالك، ونتمنى ان شاء الله تكوني معانا على طول باذن الله، تتصلي بينا على طول ان شاء الله. شرفتينا حبيبة قلبي. هقول لك بقى، بصي احنا بتجيبي انت بقى الرنجاية، يعني انا عاملة لكم متنضف وجايبة لكم ايه، مش متنضف يعني، منضفة، جايبة البطن بتاعتها وحاجتها، بس هوريكي
ازاي ما تسيبيش فيها؟ احنا طبعا مشوحينها على النار قبل ما نجيبها، يعني المفروض ان انت بتاخدي لها تشويحه كده على النار، وعشان الريحه بتاعتها او بيبقى ريحه البيت عندنا او ريحه الشقه عندنا بتبقى واخده الريحه بتاعت الرنجه او حاجه جنبك وانت واقفه في البوتاجاز، وانت واقفه كده في البوتاجاز هتجيبي طاسه او حله هتحطي فيها شويه فانيليا، شويه فانيليا وعصره ليمون، وتفرجي على مفيش ريحه، مش هيبقى في ريحه اصلا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصي بقى، انت بتجيبي الرنجايه، الرنجايه بتاخديها من فوق هنا اهو كده كده، بصي كده اهو، بتجيبيها هتلاقيها خرجت معاكي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، قرب عليا كده اهو. بصي 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 بصي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتطلعيها كده اهو اهو، اللهم صل على النبي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بتجيبيها. هنجيب تاني جزء كده، احنا لسه هنكمل اللي تحت ده طبعا، بس انا عشان وقت الحلقه وعايزه يعني احاول اقول لكم على كل حاجه معانا حلوه النهارده. النهارده طبعا شم النسيم وكمان في حظر، فامر طبيعي عايزه تعملي كل حاجه حلوه بقى لبيتك ولاولادك، فيعني ايه عايزه اخلص، عايزه انجز. عامه كده انا قلت لك ايه يعني، بتجيبيها من فوق، احنا هنكملها بعد الحلقه ان شاء الله، نبقى نكملها بس هننقلها في الطبق بتاعها فين. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اهو، المهم ان انت ايه بتقطعيها، بتجيبي زي ما وريتك كده، بتجيبيها من فوق من فوق عشان تتشال معاكي، ما يبقاش فيها اي قطع او اي حاجه تبقى باقيه. هنجيب انا مش عايزه البس جلافزات تاني بقى. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل بقى الطبق بتاعنا الحلو ده، البطاطس بقى كده مع الرنجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى، فنني بقى، فنني المطبخ عندك بقى، فنني ودندني واعملي احلى اكلات واحلى وصفات، وفي برنامجنا اكل وشكل، اكل وشكل فعلا، وفي بيتك برضو لازم يبقى اكل وشكل، لان العين بتاكل قبل البق. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقطع بسرعه بسرعه كده عشان نرص طبقنا سريع سريع، لان خلاص وقت الحلقه بتاعنا اذف، بس انا هحاول ان شاء الله. تمام، هحاول انجز لكم على قد ما اقدر، يعني على قد ما اقدر ان شاء الله باذن الله انجز. وانت في مطبخك كده بقى دندني، عارفه دندني، شكلي، طلعي احلى ما عندك في المطبخ، احلى ما عندك. هو مطبخك يعتبر برضو زي ما بقول بيتي مملكتي، اقول برضو مطبخي مملكتي. هي الست الشاطره برضو بتعرف من مطبخها واكلها. طبعا انا مش ما حطيتش في كل حاجه شطه، لان بيجي اوقات اولادنا بيجي وقت عليهم كده، يا مامي لا انا مش هاكل الحاجه فيها شطه، مش هاكل. فاحنا نحاول نراعي بس الحته دي عشان اولادنا في البيوت، ما تحاوليش تحطي في كل حاجه عندك شطه. تمام، نحط دي كده اهو. ماشي اوكي. طب هنطلع فاصل نجيب بقى صينيه السمك مع البطاطس والرنجه والكلام ده، ونرجع لكم تاني. فاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي حته. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل. سريع سريع بقى مع بعض كده هنعمل طريقه الفسيخ. ده المستوي معانا، ده الفسيخ المستوي معانا غير اللي انا ملحته، فهنعمل طريقه كده سريعه سريعه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله في فقرات جايه كتير والحلقات اكتر ان شاء الله، بس عشان ننجز، عشان وقت حلقتنا ضيق جدا جدا، يعني وقت الحلقه ضيق جدا، فنحاول نخلص بسرعه. تجيب الفسيخ بتاعك كده اهو، تنزليه. تمام، هنحط عليه ناخد له كده معلقه طحينه، هنخفف بس الملوحه بتاعته شويه، ناخد معلقه، هنخفف الملح بتاعه بس بسنه ايه، يعني معلقه طحينه كده تكسر بس طعم الايه، طعم
الفسيخ، وهي بتدي طعم جميل برضو، يعني بيبقى طعمها لذيذ قوي قوي على فكره. وهنحط له شويه خل، ناخد له كده شويه خل حلوين، بس كتري الخل على قد ما تقدري عشان الملح اللي فيه، يعني حاولي على قد ما تقدري كتري الخل. وشويه ليمون. طيب هقول لكم ان شاء الله باذن الله تنتظروني في الحلقه القادمه، لان مع الاسف حلقتنا خلصت والحاجات الحلوه ما خلصتش، يعني حلقتنا خلصت بس الحاجات الحلوه ما خلصتش. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده على المسلمين وعلى المسيحيين والشعب المصري كله. باي.